النهاردة بالتأكيد عيد اليتيم والاهتمام به، وديننا الإسلامي وصانا بالاهتمام باليتيم، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأما اليتيم فلا تقهر. الرحمة باليتيم هو موضوعنا النهاردة، وأيضا كمان العمل التطوعي من خلال مجموعات كثيرة بتأمل وتقتنع أن العمل التطوعي لابد أن يستمر مع اليتيم، مش بس زي ما كنا بنتكلم مع ضيوفنا قبل الهوى يوم اليتيم وخلص الموضوع على كده، ولكن الاستمرار في العمل من أجل أن يكون هذا اليتيم جزء ناجح ولا يختلف عن أي شاب تاني أو أي طفل تاني، عادي مفيش بالنسبة له في أي مشكلة. كنت بكلم مع ضيوفي حتى عن الشق النفسي والبعد النفسي لليتيم، ولكن خليني أرحب بضيوفي في البداية. الداعية الإسلامي أستاذ يوسف عادل والأستاذ مصطفى سليم، مدرب في العمل التطوعي، برحب بيكم. أهلا وسهلا بكل عيد يتيم وأنتم طيبين. الله يكرمك، حضرتك طيب أستاذ أشرف، الله يكرمك. أستاذ يوسف خليني أبدأ بحضرتك وكلمة الرحمة، وقبل ما أتكلم عن الرحمة باليتيم عايز أتكلم عن الكلمة نفسها في حد ذاتها، معنى كلمة الرحمة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوتي سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أستاذ أشرف، أنا طبعا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة، والسنة اللي فاتت في يوم اليتيم برضو كنا مع بعض، فده شرف ليا كبير ان يوم زي كده نبدا نحتفل فيه مع بعض. لكن الرحمه معناها كبير قوي، ودايما حضرتك عارف ان انا ما بحبش اتكلم كلام اللي هو كلام محفوظ وكلام اللي هو يلا يعني نقول معاني، واحنا مش جايين نعرف الناس كلها عارفه، لكن هو ببساطه الرحمه يعني السكينه، يعني العطف، يعني الحنان، يعني احساس رائع قوي، احساس من القلب. يعني لو حضرتك تاخد بالك الرحمن الرحيم، يكفي ان اسم الرحمه من اسماء الله الحسنى. فيا ترى انت رحيم بزوجتك، رحيم بابوك وامك، رحيم باليتيم اللي انت نازل تحتفل بيه النهارده والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعديه، انت رحيم بنفسك، انت رحيم مع الفقراء، انت رحيم مع كل الناس. هنا معنى الرحمه. فلما تبقى رحيم بالناس فخلي بالك انت خدت صفه حلوه قوي من صفات الله الحسنى، الرحمن. خليك رحيم. فمعنى الرحمه ببساطه ممكن نرحم بعض، يعني ممكن او خلينا مركزين علشان خاطر النهارده يوم اليتيم، ممكن ترحم اليتيم في احتفالك بيه، ممكن تحس بيه، ممكن تطبطب عليه بجد، ممكن تستشعر قد ايه اليتيم ده محتاج العطف. ما هو معنى الرحمه العطف والحنان. ممكن تبقى حنين عليه قوي، ممكن ما يبقاش كل هدفك من اليوم نتصور معاه السيلفي او نتصور مع بعض، ممكن بجد تطبطب عليه وانت مستشعر انك انت بتصحى الصبح. في الاخر في بابا وماما، مهما كان اختلافاتكم، مهما كان مشاكلكم، مهما كان مصروفك كان قليل، مهما كان انت نفسك في حاجه وما اتعملتش، بس هو ما عندوش خالص. هو بيصحى في الاخر يومه المشرف عليه مش عارف هيعمل ايه، محتاج حاجه، طموحاته مش هيقدر ان هو يعملها غير لما ربنا يرزقه بحد يروح يزوره ويروح يعملها له. ممكن ترحمه. ممكن في اليوم ده حضرتك قلت عيد، وعجبني مصطفى هيقول دلوقتي أنا حتى كلمة يوم اليتيم أو عيد اليتيم ممكن الاسم نفسه ممكن شوية عندنا تحفظ عليه، إن ما تيجي نسميهم الطفل ويبقى في أذهان الناس إن هو يوم الطفل، إن إحنا بنحتفل بالأطفال عموما، الأطفال اللي ما عندوش أب وأم. يعني مش الفكرة إن الكلمة أو المصطلح، عشان ما حدش يطلع يقول إحنا مش بنقول المصطلح غلط، بس بنقول استخدامه بقى غلط. ممكن الكلمه تعمل مشكله، استخدامه بقى غلط نفسيا. انا مش عايز احسسه انك انت ده، انت النهارده اللي انت شخص في المجتمع في جنب، لا لا لا، انت معانا، واطفال يجوا يشاركوا معانا، واطفال يجوا يحسوا بالمعنى بتاع اليوم. فهنا حته الرحمه، فممكن نبقى رحماء بالناس دي في اليوم ده، فده معنى الرحمه باليتيم. تمام استاذ مصطفى، خلينا اكلم حضرتك على العمل التطوعي، وانت متخصص فيه زي ما كنت بقول، وشعور الاطفال بالتحديد انتوا بتحسوا بيه، شعور الاطفال في اول يوم جمعه في اول شهر ابريل بتحسوا بايه؟ تمام، نجيب الموضوع من الاول. بس فكره يوم اليتيم اصلا في شهر ابريل جت في سنه 2003، بدا تنفيذها في سنه 2004. تمام، شعور الاطفال بيبقى شعور بالضيق، لان فكره يوم لا تاني كده عيد اللفظ تاني، شعور بالضيق. يعني انا كنت متخيل حضرتك هتقول لي حاجه تانية، شعور مثلا بالفرحه، لا شعور لا. انت هتأيد كلام الاستاذ يوسف. لان فكره يوم اليتيم جت لصنع نقطه تواصل بين المجتمع والايتام عشان البي احتياجاته واحاول افيده، وليس الشفقه عليه واتصور بيه، مش اتصور معاه. تمام، الفكره مشيت من 2004 ل 2009 بالمنطلق ده،
لظهور الجمعيات الكتير والفرق الصغيره والناس بدات يبقى زي شو. فخلاص فحضرتك زمان لو تفتكر من 2004 ل 2009 كان بيبقى اول جمعه ابريل، دلوقتي من يومنا الحالي لحد 29/4 هتلاقي ايام يتيم لكثره الفرق والجمعيات وقله الايتام. فاحنا عاوزين نعمل يوم بقى يوم سبت يوم حد يوم جمعه، مش مشكله. احنا عندنا شو، ممكن نجيب مطرب، ممكن اي حاجه بقى، تمام. الله اعلم بالنوايا مش هدخل فيها، بس الاطفال حاسس ان هو 11 شهر منسي خالص الا من رحم ربي اللي بيفتكروا وبيفتكروه وبيتخانقوا عليه عشان ياخدوه يعملوا بيه يوم. خد بالك من حضرتك، يعملوا بيه يوم في شهر 4 بس. استاذ مصطفى، كنت متخيل وانا بسال حضرتك على شعور الايتام في هذا اليوم، كنت متخيل الاجابه التقليديه اللي انا متوقعها ان الاولاد بيكونوا فرحانين وبيكونوا مبسوطين للدرجه دي؟ لا للاسف لا، الموضوع ده ما بقاش موجود زي زمان، لان المعامله ممكن ساعات ما تبقاش سيئه، الايام بتتفتح للناس كلها مش لفريق العمل التطوعي بس. فاللي جاي انت مش عارف هو جاي نيته ايه، فممكن تلاقيه ماسك الطفل كده عاوز يتصور بيه. الطفل انت مركز قوي على كلمه عايز يتصور بيه دي، عشان دي حاجه منتشره، انا شغال الحمد لله بقالي فتره في عمله فبشوفها. فهي دي المشكله هنا، ان الطفل مولود جواه شعور انت جاي تعطف عليا، انت مش جاي عشان كده. عشان كده يا استاذ اشرف انا قلت لحضرتك ان شويه الفقره تبقى مختلفه. هو ايه؟ انا لفت نظري فعلا مصطفى كان كاتب بوست ان خلاص الاسبوع الجاي هنلاقي الاطفال الناس متصوره بيهم ومش معاهم. فانت لما حضرتك تفكر في الكلمه انا شدتني، انا كنت هبكي وانا بس وانا بقرا البوست. تصور بيهم مش معاهم، هي الفكره. خليني تاني اقولها لحضرتك، هو شخص نفسه الناس كلها تحبه ونفسه الناس كلها تطبطب عليه. ومعلش الدعوه، مصطفى قال كلمه حلوه قوي، قال التاسيس اليوم علشان نقطه تواصل. ما انا كنت عايز اسال، التواصل ده الحلو قوي، ما فين التواصل؟ الله ينور على حضرتك. هي عملت النقطه وقفلت، يعني هو يوم خلص اليوم يعني او خلص الشهر، اقفل الصفحه خلاص مع السلامه وقابلني السنه الجايه. واثرت فيها كلمه مصطفى، ايه بيتخطفوا عليه الجمعيات في شهر 4، طب بقيه السنه انا محدش عايزني. انت واخد بالك يا استاذ اشرف، احنا مش جايين ننقل الناس صوره سلبيه، معلش انا اسف، انا واخد هنا ان بيتي وبنتكلم براحتنا طبعا. احنا مش رايحين، واحنا بنتكلم عشان الشكل الايجابي، احنا بنتكلم عشان الامور تكون للافضل، علشان اللي ينزل النهارده ينزل تاني كمان شهر، ينزل تاني كمان 3 شهور، ينزل تاني كمان 4 شهور، يبقى زي ما مصطفى قال في نقطه تواصل، يلا نتواصل. لكن احنا مسكنا النقطه وما كملناش، زي عيد الام بالظبط. خلاص اللي هو يلا نحتفل بالعيد الام في يوم، طيب هو الام ده ربنا امرنا ان احنا كل يوم نبص ايديها وكل يوم نسال عليها وكل يوم نشوفها محتاجه ايه وكل يوم كذا وكذا، والجنه تحت اقدام الامهات، احنا حصرناه في يوم. هل يعني انا دايما ما بتكلمش في الحته دي شرعا، هل صح ولا غلط، بقول حاجه كويسه لكن حاجه كويسه، لكن نهتم على طول، خليها كويسة على طول. فيوم اليتيم زي ما مصطفى قال لو سمحتوا خلوها على طول، يا اللي هتنزلوا النهارده يا اللي هتحتفلوا بالايتام خلوها على طول. لما تاخد مجموعه 30 واحد او 50 واحد تولاه، روح علمه حاجه. يعني هو الفكره ان انتوا بتشغلوا له حاجات وبتفرحوه، حلو قوي. طب انت هتفيده بايه؟ هتعلمه خلق جديد؟ هتعلمه سلوك جديد؟ ايه في اليوم؟ فانا بس بقول على كلام مصطفى ان هي دي النقطه. خلي الطفل اليوم ده تبقى بدايه، بس احنا النهارده الكلمه كلها يا جماعه بعد اذنكم، خلي اليوم بدايه لتواصل مع الطفل. وده شيء كويس ان احنا بنحتفل بيوم اليتيم وبتتكلموا معانا وموجودين الحقيقه، ولكن انا بايد حضرتك في كلمه عايزين نكمل. واستاذ مصطفى الاستاذ يوسف علق على كلمه التواصل، تمام. وزي ما قلت كنت متوقع انك تقولي كلام تاني خالص، ان الاولاد بيكونوا فرحانين بلاش على مدار يوم ولكن على مدار شهر. فوجئت انك بتهز راسك تقولي لا هو ما بيبقوش فرحانين، عشان نقطه التواصل دي بتبقى من ناحيه الشفقه العطف، وهم مش عاوزين كده، هم عايزين اهتمام، نفع، حسسني انك بتنفعني، فاهمني؟ نتيجه انت عايز نتيجه. طيب استاذ يوسف، بما اننا نتكلم على الشق الديني ايضا نربطه بالعمل التطوعي، خلينا نتكلم على ثواب الرحمه لليتيم. حلو قوي. خلينا اقول كل واحد نازل النهارده ببساطه خالص، فانت النهارده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لو انت مسحت على راس اليتيم في الحديث لله، لو انت مسحت على راس اليتيم لله مش لحاجه تانية، لو مسحت على راسه فكل مسحه دي على شعره حسنات قاعده بتتكتب ليك، واحنا اتعلمنا ان الحسنات يذهبن السيئات بالتاكيد. فما بالك حضرتك وانت متخيل كل شاب وكل بنت وهي بتطبطب عليه وبتمسح على راسه،
فانت حضرتك حسنات قاعده بتزيد في ميزان حسناتك، فالحسنات بتشيل سيئات. هو ده اجمل من كده ايه؟ طب تعالى خد الاجمل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بقول للايتام هو كان يتيم، واي حد يتصف بصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني حاجه جميله قوي، ان في الاخر النبي قدوتك كان يتيم. فالنبي علمنا حاجه حلوه قوي قوي قوي، قال انتوا بتحبوني، انت نفسك تبقى قريب مني، فقال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. الله، واشار باصبعي السبابه والوسطى. ايه التوصيه دي؟ عايز تبقى جنب النبي، عايز تبقى حبيب النبي، عايز تبقى بجوار النبي، يلا النهارده بقى بالنيه دي. خدت بال حضرتك؟ احنا هنقول اه انزل احتفل، ما عندناش مشكله، يعني مش جاي النهارده اقول لك بص ما تنزلش، لا انزل حلو قوي. والحفلات تستمر. الله ينور على حضرتك. فخلي بالك بقى من نقطتين، وانت النهارده بتطبطب عليه وبتمسح على راسه، فتخيل عيش يا استاذ اشرف، احنا بقينا بنقول كلام مغلف محفوظ. انا بحاول اقول للناس وبنحاول نوصل للناس اعمل ده، بس ما بين العاده والعباده نيه. باختصار يعني حياه حضرتك كلها ممكن تبقى عاده، لو بنيه حضرتك وانت جاي من الشغل ورايح بالعربيه في المكان الفلاني وبتشتري حاجات، والله اصبحت عباده. احنا ديننا حلو قوي، بس اللي يفهمه ببساطه وبسهوله ويبدا ينفذ، نطلع بره الكلام الروتيني. فانت النهارده وانت نازل لليتيم، وانت الاسبوع الجاي نازل لليتيم، فاستشعر المعنى ده، قول الحمد لله من قلبك ان يا رب الحمد لله انا في نعمه، عندي اب وام مهما كان مشاكلهم. قول الحاجه الثانيه ان انا رايح مش علشان اشفق عليهم، حلو العطف والحنان، لكن حسسهم زي ما مصطفى قال انت واحد مني، انت اخويا، انت اختي، انا مش جاي كده يوم بعمله كده عشان لا 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 لي إيه يعني. انا حاسس بيك، انا هاجي لك على طول، انا هعمل لك منهج وهاجي هدرس لك لغه انجليزي، هاجي ادرس لك حساب، هاجي ادرس لك اخلاق، هاجي ادرس لك سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هاجي ادرس لك تاريخ، كل اسبوع هاجي لك ادرس لك حاجه. فاستشعر المعنى ده وانت ماشي، استشعر طول ما انت رايح لدار الايتام او انت واخدهم رايح في اي مكان، استشعر ان بنيتك الصالحه دي انت بجوار النبي. فصلح بقى، صلح بقى القلب. ما هي احنا مشكلتنا يا استاذ اشرف قلب، القلب متصلح والله ما تخاف على نفسك. واوعى تتخيل الجنه سهله قوي وربنا كريم قوي، واسهل حاجه انك انت ترضي ربنا بايه؟ خلي قلبك كويس. الموضوع بسيط، لا شكلك ولا مظهرك ولا الكلام بتاعك، انسان طبيعي، بس قلبك كويس وحاسس بالناس دي بجد. حضرتك شوف يا استاذ اشرف الفرق الشاسع اللي هيحصل. بس فانا يعني ثواب ما فيش احسن منه ان احنا نكون بجوار النبي، انه وخد اولادك وعلمهم الكلام ده. كلام كتير بس انا مش عايز اخد الفقره كلها. لا بالعكس، انت حضرتك قلت الملخص المفيد زي ما الله يكرمك يا استاذ اشرف. الله يعزك استاذ مصطفى. في واجب المفروض تقوم بيه جمعيات الاهليه والمؤسسات والى اخره تجاه اليتيم. عرفنا من حضرتك ومن الاستاذ يوسف ان عايزين نكمل وعايزين نقطه تواصل، ولكن هو ده بس المعنى المقصود فقط، ولا في واجب تاني لهذه المؤسسات الخيريه؟ في واجب تاني. هرد على حضرتك السؤال ده بنقطتين. النقطه الاولى هتبقى كيس ستادي. لما كنت مسؤول الحمد لله في جمعيه ما كانش في حاجه اسمها يوم طفل في شهر 4، وده كان بيعمل شويه خلافات مع المتطوعين ومع الناس اللي ورا، يعني ايه والناس كلها بتحتفل وكده. فكنا الحمد لله ربنا موفقنا ان احنا بنعمل لهم يومين، يوم في شهر 5 عشان هم يكونوا فقدوا الامل خالص، لان 4 خلص الناس مش عارفه، فيوم رجعت الموضوع تاني، يوم في 5 ويوم في 9 قبل دخول الدراسه. جميل. تمام. كنت بعمل الحاجتين دول كده، انا خرجت الناس بره حيز شهر 4 وبره حيز اسمه يوم اليتيم، يوم الطفل، يوم السعاده، الفرحه كده. تمام. الجزئيه الثانيه في النقطه الاولى، انا ما كانش يهمني اعمل الافضل الاحسن الاجمل، ما كانش ده كل يهمني، انا كان كل يهمني اعمل اليتيم الانفع. بمعنى احنا بنجمع فلوس، بنجمع تبرعات، السلام عليكم، محتاجين ايه؟ عشان الناس كلها عايزه تجيب لعب، هيستفيدوا مننا ايه؟ محتاجين ايه؟ انا داخل على الدراسه مثلا اليوم اللي شهر 9، انا اسف ناقصني كراريس واقلام وحاجات ومنها. جميل. فالناس طب ازاي ولازم لعب ولازم اكل؟ فانا اقول له طب اكل، يقول لي يا استاذ مصطفى انا عندي اكل كتير، تعالوا كلكم انتوا معانا، انا عاوز الحاجات دي، انا مش قادر اوفرها. لا خلاص، انا كده مبسوط جدا. انت دخلت حيز التنفيذ يا استاذ مصطفى. بالظبط كده. فرحت جايب له الكتب والاقلام، ومش انا ده، انا اخر حد في الفريق. الجزئيه الثانيه، الجمعيات لازم تنشر ثقافه تطوع مع اليتيم. بمعنى مش هبعمل محاضرات تنميه بشريه وتوعيه ضد الادمان وتوعيه المخدرات، ليه ما اخصص يومين ثلاث ايام، يوم لزياره دور الايتام ومحاضرات عن الاخلاق والدين زي ما الاستاذ يوسف قال، لنشر ثقافه الايتام
التطوع مع الايتام. هو احنا بنرجع تاني لنفس النقطه يا استاذ مصطفى، هي حته التواصل ايا كان هذا التواصل شكله ايه، تمام، مضمونه ايه، ولكن هو المقصود زي ما حضرتك قلت الاستاذ يوسف قال ان التواصل نافع، يكون في بدايه ونتواصل لغايه ما نتقابل تاني في يوم اليتيم السنه اللي بعدها ونشوف احنا قدمنا ايه كلنا، سواء الفرد العادي، المؤسسات، العمل التطوعي، الشق الديني، قدمنا ايه نفع اليتيم وخلاه فرد سوي نفسيا زي ما كنت بتقوله قبل الهوا، انه يكون نفسيا مهيئ تهيئه معينه لاستقبال الاحتفالات والاستقبال التبرعات. وانا الحقيقه مش عايز ابان بجاملكم، ولكن انا بحييكم كل التحيه على هذا الفكر، مش بس الاحتفالي زي ما كنا بنقول، ولكن الفكر اللي بنقدم فيه كل الخير لاولادنا اليتامى. بشكركم مره ثانيه الداعي الاسلامي استاذ يوسف عادل والاستاذ مصطفى سليم مدرب العمل التطوعي، واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله ويوم يتيم تاني، ولكن خليه يوم الطفل زي ما قال الاستاذ يوسف، الطفل المصري قدمنا له فكره إيه؟ مصطفى يوم ده اللي هنعرفه، انتوا بتكملوا بعض. بشكركم مره ثانيه وعلى وعد اللقاء متجدد. الله يكرمك. شكرا جزيلا. مشاهدينا مكملين معاكم، والفقره الرياضيه اللي كنا بنستناها تابعونا بالتاكيد، ولكن بعد هذا الفاصل.